حتى ما نوقع بالروتين اليومي، وخاصة بالعطلة الصيفية فينا نقضي وقتنا بنشاطات مسلية ومفيدة. بس في شوية نشاطات لازم تكون ثابتة لنقوي فيها جسمنا وعقلنا سوا، مثل التمارين الرياضية، الفوتبول، الباسكتبول، وغيرها من كتير من التمارين، لأنه مثل ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. تصميم أهم شي بالحياة، إنك ترسم خطة لتعرف كيف بدك تمشي نهارك. بعد الخطة اليومية والتمارين الرياضية فينا نبلش بالمطالعة. المطالعة بتغذي العقل وبتنميه وبتبني الشخصية، عشان هيك لازم نقرأ يوميا بين نص ساعة وساعة. تليفون، آيباد، لابتوب، بلاي ستيشن وكل الأجهزة الإلكترونية مهمة، مش لا، بس لازم ما نعطيهم الوقت الأكبر لأنهم بحدوا من التفكير والإبداع والذكاء. لازم نتناول الشوكولا، وخاصة الشوكولا الأسود، لناخد أنرجي ونشرب ماء. اثنين لتر يوميا. وفيكم تعملوا هايكينج بالطبيعة لمدة ساعة يوميا. من بعد كل هذه النشاطات ما لازم ننسى بالليل، لازم أقل شيء ننام 8 ساعات. وانتو شو عندكم اقتراحات جديده؟